مايكون يحصل على كرة 10 دقائق أولى من زمن شوط المباراة الأول. أيها السادات والسادة، أيها الأحبة الكرام، المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف. الكرة لسلطان الغنمي، يلعب عرضية والكرة بالرأس، هدف أول، هدف أول عبد الرزاق حمد الله، عالمي من قبل لا تصبح عالمي، عالمي من قبل لا تصبح عالمي ومن قبل لا تلعب مع العالمي. عبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الأول، دائما في الميعاد يسجل الهدف الأول لفريقه، الهدف السابع لعبد الرزاق، يقتنص كرة براسه ويسجل الهدف النصراوي الأول. شوف نور الدين مرابط مرر كرة لسلطان، سلطان الغنام، سلطان الغنام لعب دور مرابط بالكرة الماضية، لعب العرضية ممتازة إلى عبد الرزاق، وعبد الرزاق حمد الله يسجل الهدف الأول. معاناة كبيرة تنتظر مدافعين الفيصلي في مباراة الليلة. عبد الرزاق حمد الله يستغل الكرة ويسجل هدفا أولا في صالح النصر. النصر يتقدم بهدف، الفيصلي عليها